مباني مهجورة تتحول إلى جداريات عملاقة، بث الحياة من جديد في الأحياء بفضل فن الشارع، إنه رهان مدينة مالاغا الواقعة على الساحل الجنوبي لإسبانيا. ولإطلاق المشروع وجهت دعوة إلى أكبر الأسماء الفنية، فهذان العملان الضخمان على مبنى من 10 طوابق على سبيل المثال هما من توقيع فنانين ذي شهرة عالمية، الأمريكي شيبريت فيري المعروف بلوحته هوب للرئيس باراك أوباما والبريطاني دي فيس. عمل جميع الفنانين لتوجيه رسالة للسكان المحليين والزوار والسياح الذين لم يسبق لهم زيارة المنطقة، تدعو إلى الأمل والتسامح ورعاية البيئة. البلجيكي روا ديل إيست الصيني أو فيث 47 الفنانة المقيمة في جنوب إفريقيا، لكن أيضا فنانين من إسبانيا ومن مالاغا بعضهم مشهور والبعض الآخر مغمور. في المجموع حصل 50 فنانا على تفويض لإنجاز أعمال مصيرها الزوال عاجلا أم آجلا. كسبنا شوارع وساحات أصبحت حضرية واسترجعنا مباني وساعدنا على فتح متاجر جديدة وإيجاد فرص عمل. الرسم في الشارع بناء على طلب من البلدية، إنها فرصة ذهبية للبعض ممن اعتادوا على العمل متخفيين والحريصين على هويتهم. كان لهذا المشروع صدى كبير دوليا لأن الفنانين العالميين شاركوا فيه، لذلك نعم هو يجعلنا ظاهرين بشكل أكبر. كذلك يتيح المشروع فرصة الحصول على منحة دراسية للعمل 3 أشهر كمساعد في دار المعارض الفنية في كولونيا بألمانيا، تجربة جديدة بالنسبة لآخرين لم يسبق لهم بالعمل في الخارج. كانت تجربة إيجابية جدا، أعتقد أن هذا الحي استعاد حيويته مؤخرا وأصبح أكثر إثارة للاهتمام، والناس يحبون المجيء إلى هنا للنزهة. لكن بالنسبة لسكان الحي لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لجذب السياح الذين غالبا ما يقصدون الشاطئ فحسب. وبالفعل أطلقت مدينة مالاغا نداء ثانيا لتقديم مقترحات تهدف إلى تحقيق إنجازات جديدة في فصل الربيع.